السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. من بعد غياب طويل عن اليوتيوب، من نهار حطينا الدورة المجانية سنة 2018، اليوم رجعت لكم بحاجة جديدة غادي تخليك ترفع من المبيعات ديالك والأرباح بطبيعة الحال. كل شيء بدي يقولنا طلقناه سي أمين وخلينا ندخلوا للمفيد. ياك ألوغ، اليوم غادي نخصص الحلقة لكيفاش نخدم على الموقع الإلكتروني، حيث هو أكثر شيء كيهمله الناس، وكنركزوا فقط على الإعلانات والمنتوج المربح. شنو هي المواصفات اللي خصها تكون في الموقع ديالي اذا كنت كنخدم بنظام الدفع ديال الاستلام؟ بزاف ديال الناس كيقول لك اذا كان عندي منتوج مربح نخدم على اللاندين بيج، متفق معك، ولكن في حالة كان عندك عده منتجات واش تخدم على كل وحده تخدم على اللاندين بيج ديالها؟ وحتى لما كنتيش كتعرف انت تخدم باللاندين بيج، واش تعطي كل واحد يخدم لشي واحد اخر يخدمك على اللاندين بيج بتكلفه كبيره وانت عندك منتج ما فيهش ستوك؟ لذلك من الاساسيات انه خصك توفر على موقع الكتروني فيه مواصفات وشروط تحترم كيف المواصفات كنبغيوها في الكاش اون ديليفري خصها تحترم في الموقع ديالنا. اول حاجه حنا خصنا نجمعوا لي ليد الماكسيموم بوسيبل باش نعيطوا للناس باش نكونفيرميو معاهم عاد باش نوصلوا لهم، اوكي؟ ولكن خصنا نبروبوزيو عليهم دي زوفر بزاف د الحوايج، اوكي؟ الوغ باش ما نحرقش المراحل، غادي نتحدث لكم على الموقع شنو خصو يكون فيه. اول حاجه الموقع الالكتروني خصو يكون خفيف وفيه مجموعه ديال التطبيقات، اوكي؟ خصو يكون فيه مجموعه ديال التطبيقات اللي كتخليك ترفع من المبيعات. اول حاجه هي الكويك اوردر فورم. كويك اوردر فورم اللي خص ضروريه باش انك كتشد اكبر عدد ديال لي كوموند، حيت مثلا شوبيفاي او اي موقع اخر خصك تدوز من ثلاثه المراحل. حنايا هاد المرحله هنايا كدوز فقط غير بمرحله وحيده باش انها دوز الاوردر ديالك، يعني ما تدوش البيج الاولى البيج الثانيه البيج الثالثه عاد باش دوز الاوردرز، اوكي؟ الوغ هنا يمكننا في الباج الاولى ديال البرودكت، اوكي، ندوزو الكوموند ديالنا، اوكي، وفي نفس الوقت يمكننا نرفعوا العدد المبيعات بهذه الخاصيه هذه. يشتري اثنان وحصل على واحد بالمجان، يمكن لك تديت عليه كما بغيتي. يشتري ثلاثه وحصل على خصم 30% اول واحد بالمجان مثلا، او شحال ما بغيتي. تلاحظوا معايا، اوكي، اللي بغيت نبين لكم هنايا انه اريد فقط واحده برايس ديالها 800 درهم. يشتري اثنان وحصل على واحد بالمجان هي 1600 درهم. يشتري ثلاثه وحصل على خصم 30% هي 1680 درهم. يعني داكشي كيتكالكول اوتوماتيك. في نفس الوقت خصنا الريفيوز، اوكي. لذلك كاين هذا التطبيق، هذا اللي باغي يخدم بهذا التطبيق هذا، كاين التطبيق ديال سي او دي مونستر. سي او دي مونستر البرايس ديالو هو هذا 1995 دولار. اللي باغي يخدم به فقط يدخل بسي او دي مونستر دوت كوم. ولكن بطبيعه الحال ما فيش غير هاد جوج الخاصيات هادو اللي هما الكويك فورم والكروس سيل والاب سيل والريفيو، اوكي. الو في حاله دوز مثلا امين دوز كوموند هكا 0.75، اوكي، بغيت ندير فاس فاس كنختار اريد فقط واحده اشتري الان، اوتوماتيكمون الاوردر كدوز وكيعطينا اوفر واحد اخر اضيف اي من هذه المنتجات وحصل على خصم 10% العملاء الانوثيه. وبطبيعه الحال تقد تموديفي اللي بغيتي هنا تكتبو، تختار بوانتيغ واحده اخرى وتقول اضاف الى الطلب وتزيدو في الكوموند ديالك. هذا الشيء غادي تخلي ان الكليان يدوموندي اكثر. لاحظوا معايا بانه كيدوز لك الثانك يو بيج، شكرا جزيلا على ثقتك، سيتم الاتصال بكم لتاكيد طلبيتكم، ارضاؤكم هدفنا. ميساج ناضي بزاف. الوغ اللي بغا يخدم بهاد الابليكاسيون هي سي او دي مونستر دوت كوم، كليك على جيت اب. الثمن ديال هاد التطبيق هذا اللي هو 19.95 دولار، ولكن مقارنة على شنو فيه الداخل، وحنا غندخلو نشوفو شنو فيه الداخل، حيت فيه بزاف ديال الحاجات مقارنة بالتكلفة ديالو مع داكشي اللي كاين الداخل راه رخيص بزاف. بطبيعة الحال بزاف الناس يقول لك و 19 دولار على كويك فورم. لا، ماشي غير على كويك فورم، على الاب سيل والكروس سيل والريفيو والسيلز نوتيفيكيشن والتيمبليت و وميلتي بيكسل، بزاف ديال البلانات، بزاف ديال البلانات اللي غادي نشوفوهم حنا في وسط لابليكاسيون. الو خليكم معايا باش تكتشفوا هاد التطبيق هذا. اول حاجه كنأجوتيو لابليكاسيون عندنا في شوبيفاي. الا كنتي بطبيعه الحال كتخدم شوبيفاي، ممكن تيش كتخدم شوبيفاي حاليا، لا هاد التطبيق ما كيتوفرش في ووردبريس مثلا او في منصات اخرى، بل فقط في شوبيفاي، اوكي. الو من بعد ما كتحمل التطبيق بطبيعه الحال في شوبيفاي، الو شوبيفاي ابس، كيطلع لنا التطبيق على هذا الشكل هذا، اوكي. كندخلوا ليه
أو معلومة أخرى، هو أنه في حالة احتاجيتو معلومات أو خاصيات واحدة أخرى تقدروا تواصلوا ديريكتومون مع لي ديفلوبور. راها انتوما كي كتشوفوا اونفوايي ريبونس اوتوماتيك، ممكن تشاطي مع لي ديفلوبور كيحلوا لك المشاكل ديالك. اوكي سي بون، هنا غادي نوصلوا لواحد الحاجه مهمه بزاف 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 بزاف. اذا كنت كتغري انك تخدم بالتيمبليت ديال سي او دي مونستر اللي كيف شفناه في عفوا في هنايا في الموقع، عفوا نشوفوا كيف شفنا هنايا دلوقتي تخدم بالتيمبليت ديال سي او دي مونستر على هذا الشكل هذا، راه يمكن لك دير البوش تايم. اوكي، وفي حاله اذا كان الموقع ديالك عندك زوين وباغي تخدم غير بالتطبيقات اللي فيه بحال الكويك فورم مع لي زوبسيون ديال ابسيل وكروس سيل والريفيو مع الريفيو والميتي بيكسل والحوايج الاخرين، فقط دير غير بوش فورم اند ابس اونلي. اوكي، بغينا نخدمو بالتيمبليت كنديرو بوش تايم. الو غنرجعوا التيمبليت بابليش، نديرو بابليش حيت كنا دايرين غير بريفيو. اوكي، وما ننساوش بانه في حاله في هذه القضيه هذه خصنا ندخلوا السيتين، السيتين وندخلوا لانجويج ونديروا شونج تيم لانجويج ونحددوها عربيك. ضروريه الا بغينا كنا كنسيبليو الدول العربيه نخدموا بالعربيك، وفي حاله كنا كنخدموا مع دول اجنبيه مثلا بلونغلي فرونسي ولا شي حاجه كنبدلوا اللغه من هنايا. علاش؟ حيت فاش كنديروا العربيك لاحظ معايا اللغه كتجي عن اليمين. اوكي الوغ خلينا من هذا الشيء الخاوي دابا وخلينا ندخلوا وسط لابليكاسيون ونشوفوا شنو فيها. اذن يا اخواني كيف كتشوفوا التطبيق هو هذا، كاين اوفرفيو، اوفرفيو هي فين كتشوف الاوردرز ريفينيو بشحال فيزيتورز والكونفرشن ريت، يمكن لك تحدد لاتات ديالك اللي بغيتي. كاين هنا الاناليتيكس، الاناليتيكس بطبيعه الحال هو البلاصه اللي كتكون شويه ديتايي فيها توتال ديال الاوردرز مع الريفينيو وايد اوردر ابوندمنت. هنايا واحد الحاجه مهمه اللي هضرنا عليها ما هضرناش عليها هي ابوندمنت اوردر، يعني اللي غادي يدخل غادي نشدوه كما كان، سواء كون سواء دوز كوموند سواء ما كملش لا كوموند ديالو. انا نشرح لكم البلان اللي كاين قبل ما نتكلموا على هذه القضيه ديال ابوندمنت اوردر. غادي نتحدثوا على الاوردرز، كيف شفتوا قبيله دوزنا اوردر بسمية ديال امين 0675 شي حاجه بحال هكاك، دازت لينا الكوموند هي هذه اوتوماتيكمون يمكن لي نكليكي عليها. فاش كنكليكي عليها كيبان لي الكوموند بانني دوزت البرودوي الاول، عزلت الريفيرونس، عزلت الباغيون مثلا 39، البرايس ديالو 800 درهم، النمره ديالي، المدينه ديالي، لادريسه ديالي، يمكن لي هنا ناجوتي حتى التراكي اللي بغيت. وهنا درنا الابسيل، عقلتوا على الابسيل اللي وريتكم قبيله فاش كتطلع لكم بوب اب كاين الابسيل، ودرنا لهم واحد البروموسيون ديال 10%. اوكي، في واحد الارتيكل واحد اخر واللي بطبيعه الحال عطانا التوتال ديال 1070 درهم. يمكننا نيديتيو على الكوموند ديال السيد اللي دوز كوموند في حالات مثلا كونفيرمينا معاه برودوي واحد اخر، كنعزل ليه البرودوي اللي بغا وكنحدد ليه مثلا بغيت ندير ليه بروموسيون، بغيت نحسب ليه هذا الارتيكل فقط ب 500 درهم. اوكي، ادمين نوت وكاين كاستمر نوت. كاستمر نوت بغي يكتب لك مثلا جيبوها لي رابيدمون، ولا ادمين نوت مثلا سي كونفيرمي ولا سي اوكي. الوغ كنكليكي على اوكي كنديرو سيف، من بعد ذلك كتحط لنا لا كوموند اوتوماتيكمون هنايا شكون ايديت عليها، البرايس تموديفيا وبطبيعه الحال النوت اللي كتبنا فيها اوكي. اوكي هنا سي بون. الوغ بغينا ندوزو عاوتاني كوموند واحد اخرى ولكن ما بغيناش نكملوها. لاحظوا معايا غادي ناكتواليزيو، اول حاجه غادي ناكتواليزيو لا باج، غادي نكليكيو عليها وغادي نكتبوا مثلا الاسم الكامل اللي هو امين. اوكي، وبغينا نديروا النمره ديال التليفون هي 0675 44 يعني طق طق طق. اوكي، ولكن ما كملناش لا كوموند، يعني البوطون ديال اشري الان ما كليكيناش عليها. اوتوماتيكمون فاش كان ما كنكليكيش عليها اوتوماتيكمون كتدخل في الابوندمنت، هي القضيه اللي تكلمت لكم عليها ابوندمنت اوردر. وهذا القضيه ديال الابوندمنت اوردر يعني اللي غادي يدخل واخا ما كليكيش هنايا غادي نشدو ما غاديش نزقلو. اوكي، الوغ لاحظ معايا فاش كندخل الابوندمنت اوتوماتيكمون كنكابتوري النمره ديال التليفون. لاحظ معايا في 23 ثانيه شديت الكوموند، هاي تعتبرات ابوندونيت، ولكن يمكن ندير لها بروسيسين، ندير لها كونفيرمد نو انسوير كانسل اللي بغيت. الوغ الكوموند ما كتضيعش من عندي. وهنا في القضيه ديال الاوردر يمكن لي ندير لا ريشيرش، ندير ريشيرش بالنمره ديال التليفون، نقد نسيليكسيوني كلشي وندير اكشن مثلا بانهم كونفيرمي وغادي ندير يس. اوكي، الوغ هما كاملين غادي تكونفيرمو طق. يمكن لي ندير هكا اكشن نو انسور، حتى واحد ما كونفيرما. اوكي،
اوكي كانسل اللي بغيتي الوغ كنديرو كونفيرمي. اوكي عندنا واحد القضيه مهمه هو اننا نقدروا نصيفطوا هذه التاشيت ولكن حتى وليكم كيفاش ديروا الانتيغراسيون عندنا ريفريش بانه باش تعاود تاكتواليزي لا باج تيكسبورتي الاوردر اللي بغيتي تامبريمي التيكيت اللي بغيتي تاجوتي الكوموند كيف بغيتي. كاينه اوردر شانيل هنا اوردر شانيل هي خاصها واحد الحاجه مهمه كاينه في التطبيق هي انك كيفاش درت انتيغري جوجل شيت مع سي او دي مونستر وفي نفس الوقت سي او دي مونستر مع ايزي كود ايزي كود سي او دي ايزي سي او دي. اوكي اللي بغيتي تكونيكتيها مع جوجل شيتس كدير فقط كونيكت كتختار اد نيو جوجل ايكونز كتختار سبيد شيتس وكدير تشوز تو ورك شيت فور اوردر يعني كتحدد جوج ديال لي باج كتحدد ديال الابونمنت اللي هي هذه لا باج هما لي فوي فوي 1 فيها الاوردرز فوي 2 هي اللي فيها الابوندونيت. اوكي صافي كتعزل هكا كدير سيف اوتوماتيكمون الاوردر اللي كطيح كتحط لك حتى في جوجل شيتس كتحط لك حتى في شوبيفاي. اوكي وباش كتحط لك في شوبيفاي كاين عندهم واحد لوبسيون خطيره بزاف هي ديال الاس ام اس يعني اون فوا الكليون كيدوز الاوردر اوتوماتيكمون كتمشي ليه الاس ام اس كيمشي ليه الاس ام اس. اوكي هنا الاولي ستور بحال دابا هنايا خدامين على التام يعني هنا بغينا نبوشيو التام هو هذا. اوكي بغينا نديرو تعزل كل هنا لا لونغ نرجعو ليه نرجعو وكاين فورم سيتين. فورم سيتين شنو هي؟ فورم سيتين هي هذه اللي كنشوفو هنايا اون كادر بغينا نخدمو عليها. لاحظوا معايا بغينا سيليكسيون بوزيشن فاريانت فين بغينا لي فاريون اوتسايد فورم يعني لي فاريون هما هادو واش بغيناهم برا الفورم ولا داخل لا فورم داخل هاد لي كادر. اوكي كتعزل كتيديتي اللي بغيتي بوتون شيكين هاد بوتون شيكين يعني بحال دابا كيبقى كيلعب الشيء كي كتشوف كيبدا يلعب كيبدا يفيبري باش كتشجع الناس انهم يدوزوا لا كوموند. كاين فورم بوب اب يعني بوب اب فاش كتكليكي على بوب اب وكدير سيف اوتوماتيكمون هاد البوطون هادي كتختفي كتولي اشاري الان ولكن فاش تكليكي عليها كيطلع لك كوموند في البوب اب كيطلع لك هاد لو كادر هذا كيطلع لك في البوب اب. اوكي انا نديرو نحاولو بوب اب تشانج ساكسفول نجربو لاحظوا معايا البوطون ولات بوب اب بقى الكروستال كما هو. لاحظوا معايا الثمن تاهو كيتبدل كنكليك على اشتري الان اوتوماتيكمون كيطلع البوب اب اللي لاحظتوا عليا علاش تبدل الكولور حيت هنا الكولور هنا يعاود بوشي داكشي من جديد الكولور تبدل. انا غادي نوريكم كيفاش ديروا تبدلوا هاد لي كولور هادو الوغ طلعناها بوب اب على هاد الشكل هذا بغينا نرجعوها فورم وبغينا نديروا انسايد الفاريانس في وسط الفورم كنكليكيو على سيف اوتوماتيكمون كان سوف غاردين كان اكشوالي عفوا كطلع ليا الفاريون في وسط الفورم كي كتشوفوا الكادر ها هو البوب اب ما بقاش كطلع هنايا ولكن حتى كنطرف كروس سيل. اوكي الوغ هنا كاين الاد تو كارت بوتون انا بغينا اجوتي حتى البوتون ديال اد تو كارت باش دوز اوتوماتيكمون التشيك اوت. اوكي عندنا سيتين كولور بحال دابا بغينا نبدلو هاد لي كولور هادو عندنا كولور بوردر فورم غادي نعزلو الكولور اللي بغينا الوغ مثلا بغينا نديرو هاد الخضر هذا. اوكي بغينا نديرو الباك جراوند في الخضر بحال هكا. اوكي ها هو ولا مشعشع ولكن خصكم ديروا شي خضر بين وبين فهمتي فهمتي الوغ سكي في خصنا نبدلو هادشي. اوكي كنديرو سيف كي لاحظتو ها هو تبدل الكولور اوتوماتيكمون فاش كنسيفي اوتوماتيكمون راه كيتبدل حتى هنايا. اوكي انت كتبدي تلعب الكولور بلي بغيتي المهم هادشي كيبقى عليكم نتوما وهنايا تقدر تموديفي في التكست يعني هاد لي طالب يرجع من النموذج تقدر تكتبو كيما بغيتي والبوطون تكست ديال اشتري الان تكتب لي بغيتي اشتري الان بغيتي دير ايرور ميساج فون ذا نمبر از انكوريكت بحال دابا شي واحد دخل النمبر ديالو غلط كطلع ليه اوتوماتيكمون بان غلط كطلع ليه الميساج اللي بغيتي طالع غلط. عندنا هنا الفول نيم عندنا هنايا تقد تموديفي لي بغيتي في فورم لاحظ معايا نديرو الكانتري نديرو ستيت نديرو الزيب كود كونفيرم فون عندنا النوت لاحظ معايا ها هما تزادو وانت كتب لي بغيتي لاحظ الوغ لاحظ معايا هنا واحد اللعيبه ديال كونفيرم كونفيرم فون كونفيرم فون لا ما كانش هاد النمره التليفون كتساوي نفس النمره ديال التليفون هادي ما كدوش ليه لا كوموند هنا باش كتنقص البراهش يعني اللي كيبقاو كيعمروا لي ليد غير هكاك. اوكي وكاينه الكونفيرم كاينه النوت النوت هي بحال دابا الكليان كيكتب لك واحد النوت بحال دابا واحد لارتيك كيبيعو بيرسوناليزي
كيقول لك بغيت فيه هذه 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 هذه، كيكتب لك واحد لا نوت وتقد دير فيها ديرها ولا ما ديرهاش. حنا ما غاديش نديروها بطبيعه الحال، اوكي كنديروا سي برودكت بيج. غادي ندوزو للبرودكت بيج. شنو فيها البرودكت بيج؟ برودكت بيج فيها بزاف ديال الحوايج. عندنا ستوك كونت. ستوك كونت يعني بحال دابا هو اللي كيكون هنايا حنا غادي نديروه شو ستوك سيكشن ستوك المتبقي في المخزون، وغادي ندير سيف تعزل لي كولور اللي بغيتي. اوكي ولا بغيتي الشرح ديتاي 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 بالمعقول كاين واحد الفيديو هنايا كي كتشوفوا هنايا ها هو كتكليكيو عليه اوتوماتيكمون كتلقاو هذاك الشيء ديتاي. الوغ كيف شفتوا هنايا ها هي تاوت موديفيات، ولكن ماشي كيف الشكل اللي بغينا بطبيعه الحال. نقدروا نبدلوا الكولور هنا كيف بغينا ويبقى داك الشيء مزيان. اوكي اوكي كنديروا سيف. سيلز نوتيفيكيشن هنا كتطلع سيلز نوتيفيكيشن تبان لك من هنايا كتطلع لك السيلز لان راه شي واحد راه شرا من المدينه فلان فلانيه. تقد شو سيكشن يعني تبينها وتبينها حتى في الموبايل. وهنا تكتب التكست اللي بغيتي. اشترى اليوم ثلاثة من مدينة فاس هذا المنتج مثلا. اوكي كال تو اكشن اشتري الان باش كيكليكي عليها اوتوماتيكمون بحال شي واحد شرا. نبين لكم افضل. اوكي غادي اكتواليزيو لا باج. لاحظوا معايا هنايا ها هو دوز شي واحد كوموند، يعني حنا دوزنا كوموند وطلعت سيز نوتيفيكيشن. كنكليكيو على اشتري الان. فاش كنكليكيو على اشتري الان اوتوماتيكمون كيدوزنا لا باج ديال البرودوي. اوكي الوغ دوزنا من لا باج ديال البرودوي. الوغ يمكننا نحيدوها، يمكن لك تخليها، تشونجي لي كولور اللي بغيتي، البوتون كيفاش بغيتيها تبان، الميساج اللي بغيتي يبان لك. كاينه كوستمر ريفيوز. هنا كوستمر ريفيوز اللي هما هادو هي ريفيو. فوق ما تانستالي لابليكاسيون ديال لوكس ريفيو اللي غادي تكلفك 95 دولار ولا 99 دولار. الوغ هنايا راه كاينه انتيغري مع سي او دي مونستر. اوكي كتكتب هنايا انظر ما يقول عملاؤنا عنا. بغيتي دير حتى لي ستاتيستيك ديرهم، بغيتي ما ديرش لي ستاتيستيك ما ديرهمش. شير ريفيو ليست. اوكي هنا الكونت داون. اوكي بغينا نشري الان قبل ان ينشري يشري الان قبل ان ينتهي المخزون ولا شي حاجه. كندير شو كونت داون. لاحظ معايا غادي ندير كونت داون تايمر. لاحظوا معايا اشتري الان قبل ان ينتهي مثلا. كتكتب الميساج اللي بغيتي بطبيعه الحال. لاحظ معايا وغادي نديرو ستوك كونت داون. اللي بغيتي ديرو ديرو، ما بغيتيش ديرو ما ديروش. كونت داون غادي نحيدوه مثلا وتقدر تخدم عليه تزيد ولا تنقص كيما بغيتي. الوغ نحيدو هادشي هذا باش ما يبقاش يطلع لينا بزاف لاباج كبيره. كاينه الاد تو كارت. اوكي كاينه شوبيفاي اد تو كارت وكاينه سي او دي مونستر فورم. هنا انت حر تخدم سي او دي مونستر فورم الكويك اوردر فورم اللي هادي، ولا تخدم بالاد تو كارت ديال شوبيفاي وتبقى دوز كوموند في شوبيفاي. اوكي هنا كاينه بوطون ديال الواتساب. بوطون ديال الواتساب بحال دابا بغيتي تاكسبتي لي ميساج ديال الواتساب. هات شو واتساب بوطون. بغيت نكتب هذا الاخر اريد هذا المنتج. الميساج اللي هيوصلك في الواتساب وفيه نمرة التليفون ديالك فين غادي يدوز لك لا كوموند. ارسل رسالة. اوكي غادي نديرو سيف. هنا غادي يطلع لنا ارسل رسالة وفي نفس الوقت تتبان لنا مع الشري الان. لاحظ ارسل رسالة فاش كتكليكي عليها اوتوماتيكمون كديك اللينك ديال الواتساب مع اريد هذا المنتج مع اللينك ديال البرودوي اللي جاي منو داك السيد. اوكي هادي مزيانة هادي هادي مزيانة. اوكي الوغ غادي نديرو سيف. اوكي كنديرو سيكي برودكت. كاين شو سيكي اد تو كار اللي بغيتي تبقى اد تو كار طالعه معاك. كاين بوب اب ابسيل. بوب اب ابسيل هو داك الميساج فاش كدوز الكوموند هنا وكتطلع لك البوب اب. كيطلع لك البوب اب كيقول لك بان ها شنو فيه، هل البروموسيون غادي تكون فيه شا، وتحدد الديسكونت اللي بغيتي. الديسكونت كيكون بطبيعه الحال كنحددوه في البرودوي. اضف اضافه الى الطلب. لا شكرا لا شكرا كدوزو ثانك يو بيج. ثانك يو. اوكي ثانك يو بيج بوب اب تم وضع طلبكم النجاح، سوف نتصلك بغضون 12 ساعه 24 ساعه. ثانك يو بيج بوب اب اوتوماتيكمون فاش كيدوز واحد الاوردر كدوزو ثانك يو بيج اوردر. اوكي
redirect page confirm. يعني فاش كي كونف order confirmation كدوز لهاد اللينك هذا مثلا انت كتكون قاد من الباج ديالو كتكون كاتو اوكي صافي. فاش كيدوز الاوردر خصك تكون كوشي انت هادي باش دوز لثانك يو بيج بحال اللي وريتكم قبيله اوكي. دابا عندنا البرودكت ريفيو. لاحظت معايا بان الريفيو اي واحد يقدر اجوتي ريفيو ولكن يمكنش انت تتحكم فيه اوكي، ولكن انت يمكن لك تتحكم فيه. كيدير الواحد كيكتب تقييم المنتج كيبقى كيعمر لك شي حاجه اللي ماشي تالهيه وخصك تحيدها انت لان داك التقييم لا علاقه مع داك الشيء اللي كيقول. الوغ كتكتب كيكتب السميه ديالو كيأجوتي ليماج اللي بغا كيأجوتي التقييم اللي بغا ويكتب اوكي. مثلا نكتب جريت جود سميه امين. غادي ندير ارسال اوتوماتيكمون غادي تحط ليا عفوا غادي تحط ليا هنايا اوكي كيبان ليا في نيو ريفيو بلاتي نشوفو هنايا حطيناه في الفيد اوكي كيبان لي بانه نيو ريفيو. فاش كندخل كيقول ليا ها انتما كتشوفوا امين كتب لكم واحد الريفيو ديال 5 ايطوال جود وكدير ايديت. يمكن لك دير ايديت تموديفي تاع لي شنو كتب ودير شاو اوكي، وسينو تقد دير دلايت اوكي. هذا بلو الوغ ندوزو الابسل اند كروس سيل. ندوزو الابسل والكروس سيل الحاجه المهمه بطبيعه الحال ركزوا معايا بزاف. الوغ اول حاجه كنختار المنتوج اللي بغينا نديرو الابسل والكروس سيل بطبيعه الحال. حنا مثلا غادي نختارو هذا المنتوج اللي هو هذا الحمد لله اسمحوا لي R63 هو الريفيرونس ديال الارتيكل. R63 بغينا نديرو واحد لوفر سبيسيال، يعني بغينا نديرو اريد فقط واحده. ها انتم لاحظوا معايا غادي نحيدوا هذا الباك هذا مثلا باغ ديفو كنأجوتي اريد فقط واحده ضروري خصها دار. علاش؟ حيت كي واحد كيبغي وحده مثلا يشري اثنين ويحصل على واحد بالمجان. لاحظ معايا هنايا يمكن لك تموديفي الوغ تقد تموديفي. غنديرو اد اوفر مثلا لاحظ معايا يشري اثنين ويحصل على خصم 5 دراهم. غنشرح لكم البلان كيفاش داير. كتكتب الميساج اللي بغيتي مثلا بغينا باي اكس جيت ايكغ فري، يشري اكس واحصل على ايكغ بالمجان. اكس هي هذه، ايكغ هي هذه. يشري 3 واحصل على ايكغ بالمجان، يعني 2 بالمجان اوكي. اد اوفر اوتوماتيكمون فاش كتحطها هنايا اوتوماتيكمون كتحط لك انت هنايا. شوف سهله 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 عادي جدا تخدم بها. لاحظ معايا يشري 3 واحصل على 2 بالمجان. لاحظ معايا 3 راه ولا هو الثمن. ها انت ديال واحد 800 درهم في 3 هي 2400 درهم. اوتوماتيكمون كيتكالكولا الكليان كيشوف لو بري ريال، يعني ماشي بحال لي كويك فورم كتكتب 3 وكيطلع لك غير 800 درهم. بنادم يقول لك الانسان غادي يقول لك ورا شفت لارتيكل غير ب 800 درهم 3 اوكي، يعني هذا راه مشكل هذا اوكي. الوغ نرجعوا نيديتيو بحال دابا بغينا نحيدوا هذا لوفر هذا بغينا نديروا النسبة بغينا نطيحوا واحد النسبة بغينا ندير بيرسونز اوكي. الشاري كونتيتي هي 3 واحصل على خصم 20% ولا 25% ولا حتى 45% عادي جدا اوكي. لاحظ معايا هاي تزادت اوتوماتيكمون كنحطها هنا هاي شا. ولكن لاحظ معايا واحد القضية ديال الابسل اوفر اوكي. ابسل اوفر لاحظوا معايا فاش كندوز الاوردر كنديروا امين. هنا الفلاغ ما تنساو هنا واحد القضيه ديال الفلاغ ديال المغرب كتبان لي حيت دخلت بالاي بي ديال المغرب. بحال دابا دخلتي بالسعوديه راه كتبان لك ديال السعوديه اوكي. 0975 طق 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 قالوا لي نمبر انكوريكت اوكي صححها. احنا صححنا درنا فاس فاس. لاحظ معايا اشتري اثنان لاحظ معايا شنو غادي يطلع دابا نعمسي غادي يطلع بوب اب بوب اب هو الاوفر ديال الابسل. اول حاجه كنحيدوا هذا الاوفر مثلا غادي نديروا ديليت. بغينا نديروا هذا الاوفر هذا الارتيكل هذا بغينا بحال كنقولوا كلافي وسوغي معاه فهمتي. الوغ غنزيدوا هذا الحذاء جلدي وبغينا نديروا فيه ديسكونت ديال 5% كنديروا اد اوفر. اوتوماتيكمون شتي فاش كندوز اوردر واحد اخر كيطلع لي نفس البلان حذاء جلدي 5% ناقصه اوكي ذاتس جود. هادشي كيبان لي مزيان واضح. انا حاولت نوضح ماكسيموم بوسيبل. ادفرتايزين تراكين بزاف د الناس عندهم واحد المعاناه كثيره مع الفيسبوك في السدان. كيخدم بالبيكسل وحده كيتسد ليه البيكسل كيقول لك كيتسد ليه حتى الكونت كيتسد ليه يمشي ليه البيكسل كيقول لك ضاعت ليا البيكسل مشات ليا الداتا مشات ليا بزاف الحاجات خصني الاخر. الوغ يمكن لك هنا يدير لك واحد لوبسيون ديال ملتي بيكسل تقدر تخدم مجموعه ديال لي بيكسل
اللي بغيتي في لي بيكسل، العدد اللي بغيتي ديال لي بيكسل اني ميثود. اوكي ناي مثلا بغينا نسمي البيكسل هو ستور مثلا البيكسل اي دي كي بغينا، بغينا نحددو بالكوليكشن ولا بالاول. اوكي يمكن لي نزيد بيكسل الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه ونتراكي كلشي في لي بيكسل كاملين، مشات لي بيكسل تبقى لي بيكسل واحده اخرى خدامه. اوكي في نفس الوقت عندك جوجل تراكين. جوجل تراكين هي جوجل تاغ اللي تقدر تحط فيها الفيسبوك بيكسل، سناب، تيك توك بيكسل، جمعهم كاملين غير جوجل تاغ. اوكي وهنا تقدر تحط جوجل اناليتكس ديالك باش تراكي الاناليتكس ديالك، وهذا الشيء راه مهم. سناب شات بيكسل حتى هو مهم بزاف اللي كنتي كتخدم بسناب شات، حنا درنا لك اوبسيون ديال سناب شات كتدخل ليه كتاجوتي البيكسل ديالك الايميل نيم صافي. تيك توك بيكسل حتى هو كذلك كتاجوتي لي بغيتي اجوتي ملتي بيكسل، عندك ملتي بيكسل يعني زيد لي بغيتي. وهنا هي عندنا الاكونت مانجر، يعني هنا الاكونت يعني تقدر تموديفي البيكتشر ديالك، البيكتشر ديال الويب سايت ديالك. اوكي وتبدا تموديفي السميه. علاش؟ لاحظ معايا حيت هنا فاش غادي نجي الاوردر وبغيت ندير برينت تيكات، يعني بغيت نامبريمي واحد التيكات ديال واحد الكليان رابيدمون، لاحظ معايا كنسيليكسيوني كندير برينت اوتوماتيكمون كيطلع لي التيكات، لاحظ معايا كنامبريميها كنلصقها في كولي. لاحظ معايا ها هو اللوغو ديال السطور اللي خصنا نموديفيو، الكليون هو النيم ديال السطور، وها هي لادريس لي ديال الكليان ولا التليفون، لوفرتور دو كولي لا البري ديالها بشحال خصو يخلص، ها لادريس، ها لادات فوقاش دوز لا كوموند، والنيميرو دو كوموند تقدر تكتب انت النيميرو دو كوموند بطبيعه الحال كيف وريتكم قبيله. اوكي ولا كان عندك شي تساؤل ما تنساش تحطو ليا في اليوتيوب وتجمجم الفيديو وتبارطاجي مع صحابك اللي كان عجبك هذا لو تروك هذا. وفي نفس الوقت واحد الحاجه مهمه بزاف، حالة كان عندك اليوزرز، عندك الناس خدامين بزاف معاك، الو انت خصك تخدم معاك الدراري، بغيتي تعطيه غير الاوردر كونفيرميشن، يا شي يخي يدخل لك الاي ستور ويخربق لك في البيكسل ولا يدير لك شي روينه ولا يمشي يبدل لك المود باس ولا شي حاجه، عطيه غير السميه الايميل فون المود باس ديالو شنو تعطيه. اوكي حنا نعطيو له غير الاوردر، فاش نعطيو له غير الاوردر يبقى يتحكم غير في الاوردرز. اوكي بلان ناضي، الوغ حمي راسك، كتحمي راسك، ما كيهموش هو الاوفر فيو، ما كيهموش الاناليتيكس، ما كيهموش السيتين، ما يهمو حتى شي حاجه، ما تمشي لك حتى شي حاجه، كيبقى لك داكشي غير في الاوردرز. وفي نفس الوقت اي واحد مثلا عندك خمسه ديال لي سالاري، خمسه ديال الناس خدامين معاك، شي واحد كونفيرما اوتوماتيكمون في لاست ايديت كيبان لك شكون هو السيد اللي ايديتا على لك، ايديتا على الاوردرز. اوكي نتمنى حلقه اليوم تكون عجباتكم حيت تكلمنا على مجموعه ديال الاشياء مهمه. الموقع ديالك الا كان كيحترم الشروط بطبيعه الحال، الا كان كيحترم الشروط ديال كاش اون ديليفري كترتفع المبيعات، كينقص الكوست ديال الاعلان، وبطبيعه الحال الارباح كتكبر. لذلك انا هضرت لكم اليوم على تطبيق سي او دي مونستر، لا بغيتي تخدم به او تجربو راه دايرين 7 داي تريال، تقدر اجوتي لابليكاسيون من شوبيفاي اوتوماتيكمون انتيغيها مع شوبيفاي ديالك. اوكي ونتمنى التوفيق للجميع، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله اللي غادي ينفعكم بزاف. اوكي يلا الله يعاونكم، سلامة، ما تنساوش ديروا سابوني وجيم بارطاج.